السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة الطقس بالمغرب سوف نقدم لكم آخر تحديثات النماذج العالمية التي صدرت قبل قليل بإذن الله. فيتوقع إن شاء الله ابتداء من يوم الجمعة دخول أمطار الخير، وكذلك تقدم منخفض جوي آخر سيؤدي لأمطار عاصفة وقوية إن شاء الله، فما زالت التوقعات ثابتة إن شاء الله. يتوقع يوم الجمعة 18 نوفمبر بإذن الله دخول تساقطات أمطار جد معتبرة على تطوان والعرائش شباب برد سيدي سليمان والرباط فاس وتازة وتطوان الجديدة الدار البيضاء أسفي والصويرة بإذن الله والمدن المجاورة بحول الله. سوف تشهد تساقطات أمطار جد معتبرة وسوف تستمر كذلك إن شاء الله فترة بعد الزوال على الواجهة المتوسطة على الناظور والحسيمة والدريوش وكذلك تطوان والعرائش وأصيلة وطنجة شفشاون والزلال ميمون سيدي علال التازي وسيدي سليمان قريش بو محمد وتاونات وإساقر وتهلا وفاس ومكناس الخميسات الرباط بن سليمان القارة برشيد ستاش وخريب قوادزم وهو المس بإذن الله والرماني وكذلك ولاد فرسيد بنو الوالدية اليوسفية بن قرير البروج قلعة الزرغنة وأكادير وشيبة بن ملال وبن قرير بإذن الله. سوف تعرف تساقطات أمطار قوية فترة ليلية فتحتمل استمرار الطقس القوي بإذن الله والأمطار الخير وأمطار حاضرة على الجهة الشرقية على وجدة وتاوريت وكذلك تازة فاس مكناس وقيق وخنيفرة وخريب الماس والرماني وكذلك الخميسات وإفران سكور مداز بإذن الله. سوف تعرف تساقطات أمطار جد معتبرة بإذن الله سوف تستمر بحول الله. يوم السبت كذلك على مرتفعات الأطلس محتمل تساقطات ثلجية ومرتفعات الأطلس الكبير بإذن الله سوف تستمر تساقطات المطرية بحول الله. ويتوقع بإذن الله ابتداء من يوم الثلاثاء 22 نوفمبر دخول منخفض جوي أطلسي محمل بأمطار جد قوية، فما زالت هذه التوقعات بعيدة المدى ربما تتغير. قدم لكم المدن المعنية إن شاء الله فأي أمطار هذه على وجدة والناظور الحسيمة ببرد وتطوان وطنجة والعرائش تاوريت وتازة وتساقطات ثلجية كثيفة وقمة مرتفعات إفران وكيكو خنيفرة ومرتفعات ميدلت بإذن الله وتبانت وأوكيمدن وأنزميز ومراكش شباب وقنيطرة وأسافي وسط الدار البيضاء خريبكا برشيد الكارة والسهول الأطلسية ومرتفعات الأطلس وأسايس بإذن الله ومرتفعات الحوز وكذلك أمطار هذه على وجهة متوسطة والجهة الشرقية أمطار عاصفة إن شاء الله. نسأل الله التبات لهذه الخيرات.